الأسرة بالنسبة لك بتمثل إيه؟ ولو هنتكلم عن دور زوجتك في حياتك، زوجتي عليها دور مهم كمان في تربية الأولاد. من أجمل النعم اللي ربنا اداها لي. ربنا يبارك لحضرتك فيها. يعني إذا كان القرآن والعلم من أعظم النعم اللي ربنا من علي بيها، فأنا بعتبر زوجتي دي من أجمل النعم اللي ربنا اداها لي، لأنها لولاها أنا ما كنتش موجود في هذا المستوى. يعني إن قلت لحضرتك هي اللي بتختار لي اللبس ده، أنا والله ما مش بنقي قماش ولا الستايلات دي أنا بفصلها، هي اللي بتنقي وهي اللي بتشتري الأحذية وهي اللي بتشتري الكواكيل بتاعتي وهي اللي بتشتري الشيلان بتاعتي. أنت لازم نسمع كلامها. ده هي لها. أنت لازم نسمع كلامها. لها علي كل التقدير والاحترام، ومش عيب أبدا إن الإنسان يعترف بفضل زوجته. صحيح. خصوصا إن هي شريكة النجاح. يعني من يطيق كل يوم جمعة تعد بالمئة وجبة للمصلين بعد ما نخرج من الصلاة؟ ما شاء الله ما شاء الله. تغديهم. من يطيق أن كل يوم في المعهد 60-70 وجبة تقدمهم بحب وهي تعبانة ومريضة؟ وأسأل الله لها العافية والشفاء. هي عاملة الغدة الدرقية، وانت عارف ده له تأثير على الأعصاب وعلى العظم وكلام زي كده، لكن بتقوم بكل حب وتقول ده تجارة مع الله سبحانه وتعالى. لها محبين حتى من روادي والمترددين عليا، مفيش حد فيهم يجي إلا ما يقول لازم نسلم على الحاجة ونشكرها على واجباتها، فهي دايما رفع راسي ومشرفاني قدام ضيوفي. ربنا يجزيها عني خير الجزاء. ربنا يديها الصحة رب وطولة العمر.